بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو المسلمين والمسيحيين لحماية مقدساتهم. المطران خريستوفورس يقوم بزيارة رعوية إلى محافظة الكرك. وفي نشرتنا أيضا قداس إلهي على نية كشافة ومرشدات رعية اللاتين في الزرقاء. أهلا بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط، حيث كان لقاء قداسته موجهاً لكل الأزواج في العائلات التي تعيش الحب، وهي تلك العائلات القادرة على تحقيق السعادة الأسرية لمدينة بأكملها بفضل شهادة محبتها، وهي القادرة كذلك على تحويل بيتها إلى كنيسة بيتية. وقال: أيها الأب الأقدس، يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يخبر كتاب أعمال الرسل أن بولس وكمبشر لا يكل بعد إقامته في أثينا حمل قدماً مسيرة الإنجيل في العالم. مرحلة جديدة من رحلته الرسولية هي كورنثوس، كما نقرأ في الفصل 18 من كتاب أعمال الرسل: إذ أقام بولس لدى زوجين أكيلا وامرأته بريسكيلا، اللذان انتقلا من روما إلى كورنثوس بعد أن كان الإمبراطور كلوديوس قد أمر جميع اليهود بالجلاء عن روما. لقد أظهر هذان الزوجان أنهما يملكان قلبا مفعما بالإيمان بالله وسخيا تجاه الآخرين، حملهما على الخروج من ذاتيهما ليعيشا فن الضيافة المسيحية ويفتحا أبواب بيتهما لاستقبال بولس الرسول. بهذه الطريقة لم يستقبلا المبشر وحسب، وإنما أيضاً الإعلان الذي يحمله معه إنجيل المسيح الذي هو قدرة الله لخلاص كل مؤمن. لقد تقاسم أكيلا وبريسكيلا مع بولس أيضاً نشاطهما المهني، أي صناعة الخيم. لقد كان بولس في الواقع يقيم العمل اليدوي جداً ويعتبره فسحة مميزة للشهادة المسيحية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الصحيح لكي يعيل المرء نفسه بدون أن يثقل على الآخرين. إن بيت أكيلا وبريسكيلا في كورنثوس لم يفتح أبوابه لبولس الرسول وحسب، وإنما للإخوة والأخوات في المسيح أيضاً. في الواقع يمكن لبولس أن يتحدث عن الكنيسة التي كانت تجتمع في بيتهما، الذي أصبح مكاناً للإصغاء لكلمة الله والاحتفال بالإفخارستية. من بين العديد من معاوني بولس يظهر أكيلا وبريسكيلا كنموذجين للحياة الزوجية التي تلتزم بشكل مسؤول في خدمة الجماعة المسيحية بأسرها، ويذكراننا أنه وبفضل إيمان والتزام العديد من العلمانيين في البشارة على مثالهما وصلت المسيحية إلينا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنطلب من الآب الذي اختار أن يصنع من الزوجين منحوتة حقيقية حية أن يفيد روحه على جميع الأزواج المسيحيين، لكي يعرفوا على مثال أكيلا وبريسكيلا أن يفتحوا أبواب قلوبهم للمسيح والإخوة، ويحولوا بيوتهم إلى كنائس بيتية تعاش فيها الشركة وتقدم فيها عبادة الحياة المعاشة بإيمان ورجاء ومحبة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Gesù rincomincia dalla famiglia il suo passaggio fra gli esseri umani per persuaderli che Dio non li ha dimenticati, in quanto dove c'è una famiglia con amore, quella famiglia
con la sua testimonianza d'amore è capace di riscaldare il cuore di tutta una città. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من العائلة يبدأ يسوع مجدداً عبوره بين البشر ليقنعهم بأن الله لم ينسهم، لأنه حيث يكون هناك عائلة تعيش الحب فتلك العائلة هي قادرة على تدفئة قلب مدينة بأسرها بفضل شهادة محبتها. ليبارككم الرب. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18 أن الأردن ماض بثبات على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات، كما أعلن جلالته في خطاب العرش أمام مجلس الأمة فرض السيادة الأردنية الكاملة على منطقتي الغمر والباقورة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18 بخطاب وجه من خلاله التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل في موقعه، وخص جلالته بالذكر رفاق السلاح حملة الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين. وقال جلالته في خطاب العرش الذي حضره جلالة الملك رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية غير القابلة للمساومة. كما أعلن جلالته أمام مجلس الأمة استعادة منطقتي الغمر والباقورة المحتلتين وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها. أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل 20 عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أتوجه من خلالكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز. كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين
بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون، قال جلالته: إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز، ففي رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبة الوطن بكامله، موجها جلالته الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. أقول إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز، ففي رقبتي كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله. ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل. لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل ضمن 4 محاور تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري والمالية العامة. وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن. لذا أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع خاص نشيط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده. فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية. حضرات الأعيان، حضرات النواب، من شعبنا نستمد العزم والتفاؤل. وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني لاقى ردود فعل واسعة على المستويات كافة، فقد ثمن رؤساء الكنائس والآباء الكهنة في المملكة محاور ومضامين هذا الخطاب الذي أكد رؤية جلالته الواضحة نحو أردن واعد لدولة ديمقراطية تنبذ العنف والتطرف والإرهاب والتمييز، وتقوم على العدل والمساواة واحترام حرية المواطن وصيانة حقوقه الدستورية، محذرا جلالته من العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاولة تغيير الواقع وقلب الحقائق الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية في المدينة المقدسة.
وقد أكد الجميع أن الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها تشكل الرعاية والحماية الكاملة للمدينة المقدسة. أصغيت إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، والذي قاطعه التصفيق الحاد عشرات المرات خلال فقرات الخطاب السامي، وخصوصا عندما أعلن تحرير الباقورة والغمر من الاحتلال الإسرائيلي، وشعر كل الأردنيين بأن الحكومة الأردنية وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يسعون بجد إلى النهضة بالأردن. اللهجة العامة لخطابه كانت لهجة أبوية، فبدأ بالكلام عن الوضع الاقتصادي المؤلم الذي تعيشه عائلات كثيرة، وأظهر تعاطفه وشعوره مع العاطلين عن العمل حين قال: في رقبة كل واحد منهم عائلة، وفي رقبة الوطن كله. صفقنا له لأنه أشعرنا بأنه أب حان على كل الأردنيين، وخصوصا عندما طالب الحكومة الجهة التنفيذية بالمضي قدما بحزمة من الإصلاحات لكي يشعر المواطنين بأن هنالك تقدم. والانطباع العام إنه جلالته أعطى أملا ورجاء للأردنيين بأن المستقبل سيكون أفضل من الماضي. نحن ندعو لجلالته بالتوفيق، وندعو للحكومة الأردنية الجديدة التي ولدت قبل أيام بالتوفيق في التخفيف عن معاناة الأردنيين وإيجاد فرص عمل أكبر ورفع الرواتب، بحيث يشعر كل الأردنيين بأن هنالك فعلا إصلاحات فعالة هم كلهم في انتظارها. خطاب العرش السامي بالحقيقة كان خطابا واقعيا جدا، ممزوجا بالأمل والتفاؤل في المستقبل. بداية تحدث جلالته عن القلق الذي يراه في عيون الآباء والشباب الأردنيين من المستقبل، ولكن لم يتوقف عند هذا القلق، وإنما أعلن عن حزمة من الإصلاحات. هذه الإصلاحات التي تمر في 4 مراحل والتي سوف تعلنها الحكومة قريبا. هذا الخطاب كان خطابا لمس قلوب كل المواطنين الأردنيين، لأنه تحدث من القلب إلى القلب. تحدث جلالته محفزا الحكومة على بذل المزيد من الإنجازات، وليس الحكومة فقط، وإنما السلطة التشريعية والقضاء النزيه أيضا. وتحدث أيضا جلالته على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث قال أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا الخطاب كان خطابا شموليا، تحدث عن أراضي الباقورة والغمر التي أصبحت تحت السيادة الأردنية التامة، وتحدث أيضا جلالته عن كيف أن كلنا اليوم مسؤولون وغدا مساءلون. بالحقيقة هذا الخطاب كان خطابا تاريخيا، أرى أنه أراح نفوس الأردنيين كآباء كشباب، وأراح أيضا نفوس الناس المتعبين الذين يعيشون في هذا البلد، وأعطى طاقة ونورا وأملا لكل أردني ولكل إنسان يعيش في هذا الوطن بأن هذا الوطن سيبقى عزيزا، وكل أردني سيعيش بكرامة وفخر دائما. نهنئ جلالة الملك في خطاب العرش، وهذا الخطاب الذي تحلى بالحكمة والشجاعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فكان الخطاب
موجه بشكل رئيسي إلى الشعب الأردني ويشعر مع الشعب الأردني ونبض الشعب الأردني والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. وأيضا في هذا الخطاب تم توجيه تحية وإكبار إلى الجيش العربي المصطفوي وتشجيع الجيش على الاهتمام والدفاع عن أرض الوطن. والنقطة الرئيسية في هذا الخطاب كانت الإعلان عن الباقورة وتحرير المنطقة واستلام المنطقة من قبل السيادة الأردنية، وهذا الإعلان جعل وزرع الفرح في قلوب الأردنيين. في هذا الخطاب أيضا هناك توجيه للنظر إلى المستقبل وكل الماضي، ترك الماضي والنظر إلى المستقبل بأمل وفرح. نهنئ جلالة الملك وكل عام وأنتم بألف خير. حظي خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني اللي ألقاه أمام مجلس الأمة يوم الأحد بأهمية واسعة لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني، كما لقي اهتمام كبير على المستويين العربي والعالمي. فهناك محوران هامان ركز عليهم الخطاب، أولهما مسألة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة ودعوة جلالته لعموم المسلمين والمسيحيين بحماية هذه المقدسات من العبث من خلال محاولة سلطات الاحتلال تغيير واقعها التاريخي والديني. والنقطة الثانية اللي أثلجت صدورنا كأردنيين هي إعلان جلالته بفرض السيادة الأردنية الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، وهذا طبعا هو إعلان تاريخي مرتبط بجهود جلالته الدبلوماسية على مدار السنوات الماضية، حيث انصاعت إسرائيل بتنفيذ الاتفاق لمعرفتها الوطيدة بمكانة جلالة الملك الكبيرة أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع. ناهيك طبعا عن محاور أخرى عديدة تناولها جلالته في خطابه السامي المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب الأردني، مع ذلك فقد وجه جلالة الملك الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني. لا يسعنا كأردنيين إلا أن نشكر جلالة الملك المعظم على سياسته الحكيمة التي تقود الوطن إلى بر الأمان، والحمد لله. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خدمة القداس الإلهي في عدد من كنائس محافظة الكرك بحضور جموع من الآباء الكهنة وأبناء الرعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ضمن زيارته الرعوية لمحافظات المملكة، زار سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن محافظة الكرك خلال جولة استمرت 3 أيام. رافق سيادته في الزيارة قدس الأرشمندري دكتور ديمسكينوس الأزرعي وقدس الأيكونوموس فرح حداد، حيث أقام سيادته قداديس إلهية في كل من قرية الربة وحمود ومدينة الكرك، وأقيمت عقب كل قداس إلهي لقاءات رعوية مع أبناء الرعية المنتشرين في المحافظة، واستمع لمطالبهم وطموحاتهم المستقبلية لأجل نهضة روحية تخدم الكنيسة. كان من أبرز اللقاءات الرعوية اجتماع سيادته بعشيرة الهلسة في قرية حمود، حيث بدأ اللقاء بمسيرة مميزة بين شوارع القرية على قرع طبول مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، حيث تم إطلاع سيادة المطران خلال المسير على تاريخ القرية الذي يعود لأكثر من 120 عاما وصولا لقاعة الجمعية. حضر اللقاء عطوفة السيد صايل المجالي رئيس المجلس المحلي في محافظة الكرك اللامركزية وعدد كبير من وجهاء وشيوخ العشيرة والضيوف. وخلال اللقاء رحب معالي المهندس سامي هلسة بسيادة المطران وجمع الآباء المرافق والضيوف في قريتهم التي بوركت اليوم بالصلاة وبهذا اللقاء الغني الذي سينتج عنه العديد من الأعمال المميزة التي ستصب في خدمة القرية والمحافظة، مؤكدا معاليه أن هذا اللقاء سيكون نواة لقاءات عديدة ومنوعة ستخدم القرية والمحافظة بإنجازاتها. تلاها كلمة لسيادة المطران عبر فيها عن بالغ فرحه بحضوره اليوم بين أبنائه في قرية حمود، موجها للحضور أدعية وصلوات صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم الذي يذكر أبناء الكرك دائما في صلاته، وتحدث أيضا عن العديد من الأفكار والمشاريع التي ينوي إقامتها في الأشهر القادمة،
والتي ستكون باتحاد جميع أبناء الرعاية من خلال مشاركتهم الفعالة في نهضة الكنيسة الأرثوذكسية المحلية في الكرك. وأكد سيادته أن التواصل سيبقى على الدوام بين الكنيسة وبين أهالي القرية. ومن أهم محطات الزيارة زار سيادته جمعية عشيرة المدانات وقدم التهنئة لعطوفة أيمن باشا مدانات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة لواء في الدفاع المدني، وتمنى سيادته له مزيدا من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. في ختام الزيارة الرعوية التقى سيادته مع الآباء الكهنة بعطوفة مساعد محافظ الكرك الدكتور هاني المشورة ورئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي ومدير شرطة الكرك خليل العبداللات ومدير الدرك أدلوف الروسان ومدير الدفاع المدني أسامة الكسراوي بحضور قامات من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الذين يخدمون الوطن من عدة مناصب مختلفة. في بداية اللقاء رحب الدكتور هاني بسيادة المطران والوفد المرافق له أشد ترحيب في محافظتهم العريقة، وأكد على رؤية جلالة قائد البلاد المفدى بأهمية العيش المشترك وتطبيق مبادئ رسالة عمان السامية. وبدوره شكر سيادته الدكتور هاني وجموع الحاضرين الكرام على استقبالهم الحافل وتلبيتهم الدعوة، وبالأخص شكر رجال الأمن العام على ما قدموه لتسهيل زيارته في محافظة الكرك وما حولها من مدن وقرى تحوي كنائس أرثوذكسية. ودار حوار ودي بين الجميع شمل العديد من المحاور، أبرزها تأكيد الجميع على أهمية العمل الدؤوب بين جميع الأطراف على ترسيخ الوجود المسيحي التاريخي في الكرك والتقليل من هجرتهم من المحافظة. وختم اللقاء بمأدبة غداء قدمت من سيادته للحضور الكرام. برعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء الشمالي بانطلاقتها السنوية 53، والتي جاءت هذا العام بعنوان يقودك الرب على الدوام. إلى التفاصيل. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي على نية كشافة ومرشدات رعية الرسل للاتين في الزرقاء، والتي حملت شعارا جديدا لهذا العام يقودك الرب على الدوام، بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب عامر جبران والمرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين الأب إبراهيم نفع والأب خالد جمو والأب مارسيو كلايس والشدياق جهاد قندح، بحضور جمع من الأخوات الراهبات وقادة كشفيين وأفراد من عدة رعايا. وخاطب المطران الشوملي جموع الحاضرين حثا إياهم على الالتفاف حول كنيستهم والاستمرار في خدمة الكنيسة والوطن من خلال الانتماء الصادق والمخلص لهذه الحركة الكشفية. احتفلنا هذا المساء في رعية الرسل في الزرقاء الشمالي بإبراز الوعد الكشفي للمجموعات الكشفية في هذه الرعية، وكان هنالك أعداد كبيرة من الكشافة ومن ذويهم ومن أبناء الرعية، وكان الاحتفال رائعا بالترتيل والصلوات، وتسمعون الآن من الخلف عزف الكشاف والموسيقى، هم مبتهجون، وهذا الاحتفال يتم كل سنة. أبارك للكشاف وأتمنى للحركة الكشفية في الأردن الازدهار في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. كما تم خلال الاحتفال تجديد الوعد الكشفي من قبل الكشافة والمرشدات، والذي يدعو بأن يكون الكشافة مخلصين دائما لرسالتهم الإيمانية والوطنية والإنسانية. يقودك الرب على الدوام شعارنا لهذه السنة. نشكر الله اليوم تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي كان عندنا تجديد وعد لأفرادنا لقيادة مجموعتنا كاملة. الحمد لله قدرنا نحقق الأهداف الاستراتيجية اللي عم بنحطها وعم نشتغل عليها، وهذا بيجي من ترتيبات وخطة المجموعة الأولوية إنه يكون في عندنا كل سنة تجديد وعد وإطلاق شعار للسنة القادمة، ونطمح إنه يكون عندنا
شراكة مع الفئات المجتمعية والمؤسسات الوطنية بالمحافظة الزرقاء والمملكة كاملة، وإن شاء الله رح نعمل على إنشاء فرقة موسيقية جديدة بأعمار صغيرة لتستمر مسيرة المجموعة كمان وكمان. وعلى إيقاع معزوفات موسيقية وصيحات كشفية قدمتها فرقة كشافة الرعية المحتفلة، تبادل الجميع الصور التذكارية والتهاني بعد إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الجديدة. أقامت إذاعة صوت الكنيسة في الأردن إفطار المحبة السنوي الثالث بأحد مطاعم العاصمة عمان، برعاية الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن، وحضور راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس لعلي علي الأب علائم شربش ومساعده الأب جوزيف سويس وجمع من المدعوين. إلى المزيد. رعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس حفل إفطار المحبة الثالث الذي أقامته إذاعة صوت الكنيسة بعمان، والذي تم لغايات تمتين العلاقة بين الإذاعة التي مضى على تأسيسها 4 سنوات وبين مستمعيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية. حضر الاحتفال الذي أدارته الإذاعية ليزا منصور والتي قدمت شرحا وافيا عن الإذاعة منذ تأسيسها المرشد الروحي للإذاعة قدس الأب علائم شربش راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين اتلاع العلي، وقدس الأب جوزيف سويس وعدد من الراهبات وفريق عمل الإذاعة وجموع من محبي ومتابعي برامج الإذاعة. نحن اليوم معاكم بإفطار المحبة الثالث لإذاعة صوت الكنيسة، تشرفنا بوجود الجميع معانا اليوم، وأكيد كان برعاية الدكتورة باسمة السمعان، مشكورة لدعمها الدائم لإلنا، وكان تجمع حلو، الناس المبسوطين. حكينا شوي عن إذاعتنا، نحن كإذاعة صوت الكنيسة عبارة عن أبليكيشن موبايل نقدر ننزله على الأب ستور، نقدر تسمعونا دائما أكيد ببرامجنا، وشكرا لكل حدا ساهم معنا بهذا الإفطار لليوم. وفي كلمة لرعية الحفل تحدثت السمعان عن الدور الديني والروحي لإذاعة صوت الكنيسة وعلاقة التوأمة بمكتب فضائية نورسات الأردن، وعن أهمية دعم الشباب في أعمالهم ونشاطاتهم الهادفة. وشكرت السمعان كل شخص حضر الاحتفال وقدم دعمه للإذاعة لتستمر في عمل بشارتها للمعمورة. إفطارنا اليوم كان لدعم شباب اللي قائمين على إذاعة صوت الكنيسة، الله يعطيهم العافية منقول، ونحن بوجودنا والعائلات اللي كانت موجودة والأشخاص اللي كانوا موجودين شاركوا بهذا الإفطار. يعني هو الإفطار مش بمعنى إنه للدعم المادي، أكثر من إنه هو للقاء عائلي بمحبة نقول لها الشباب اللي بقوموا على هاي الإذاعة صوت الكنيسة، الله يعطيكم العافية، اللي بتقوموا فيه رائع جدا، فبتطلب منا الدعم المعنوي قبل الدعم المادي. ونحن دائما نقول بمنابرنا إنه نتمنى إنه ما نكون بحاجة للدعم المادي، لكن الوضع العام يتطلب، لكن بمحبة الناس وبمشاركتها بدعمهم للشباب، زائد انه بالنهاية الدعم المادي بيجي بس مش هو الاساس، فبنتمنى للقائمين على صوت الكنيسة كل الدعم والمحبة، ومتمنى انه هذا الموسم اللي جايين عليه موسم الميلاد يجلب الفرح السعادة والطمأنينة والسلام لجميع العائلات وللعالم أجمع، ويعطيكم العافية. وأشار قدس الأب مشربش في كلمته إلى ضرورة دعم الإذاعة التي تنقل بالصوت والصورة جميع الفعاليات الدينية والقداديس الإلهية من كافة الكنائس الرسولية في الأردن، كما أضاف أن الإذاعة تعمل على نشر كلمة السيد المسيح والبشارة من خلال برامج روحية إسبوعية ثابتة وصلت لآلاف المتابعين. اليوم نظمت إذاعة صوت الكنيسة لفطور المحبة الثالث للسنة الثالثة على التوالي بعد 4 سنين من تأسيس إذاعة صوت الكنيسة، بتنظم هذا الفطور اللي بهدف لجمع بعض التبرعات لاستمرار خدمة إذاعة صوت الكنيسة. ما بتعرفوا إذاعة صوت الكنيسة هي مبادرة شبابية بتسعى لإيصال كلمة الله من خلال التقنيات الحديثة، إن كان من خلال فيسبوك أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق تبع الإذاعة.
اليوم الإذاعة شوي شوي عم تكبر بنعمة الرب وبمشيئته، والهدف الأول أن نجمع كل الكنائس الرسولية في مظلة واحدة لحتى فعلا نوصل كلمة ربنا ونساعد الناس تعيش بعلاقة أقوى مع الرب. اليوم فعلا فرصة كنا نجتمع ونشوف كل الداعمين ومحبي وأصدقاء إذاعة صوت الكنيسة، وبالمقابل كمان نشكر كل الداعمين من جمعيات مؤسسات ومن أفراد أيضا اللي على مدار السنة عم تدعم هاي الخدمة، خدمة إذاعة صوت الكنيسة. بتمنى كل التوفيق والتطور للإذاعة لحتى نضل فعلا نعطي لروح الرب، نعطي من كل قلب بمحبة. وأيضا مناسبا أشكر فريق إذاعة صوت الكنيسة على كل تعب، على كل جهد، على الروح التطوعية اللي بيعملوها من أجل إيصال كلمة ربنا. وأيضا لقناة نورسات مني ومن فريق إذاعة صوت الكنيسة كل المحبة والشكر، وشكرا لوجودكم اليوم لتغطية هذا الحدث. ومن ثم سلم مؤسس الإذاعة المهندس عيسى خوري الدروع التذكارية للأب علاء مشربش والدكتورة باسمة السمعان عربون شكر على دعمهم المتواصل ومحبتهم وخدمتهم في الإذاعة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو المسلمين والمسيحيين لحماية مقدساتهم. المطران خريستوفوروس يقوم بزيارة رعوية إلى محافظة الكرك. قداس إلهي على نية كشافة ومرشدات رعية اللاتين في الزرقاء. ختام النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.